في بيان رسمي من وجهة نظري، بيان رسمي تاريخي من مستشار مرتضى منصور على صفحته. طبعا معانا البيان اهو يا جماعه، سياده المستشار بيقول طبعا الحمد لله تواصل مع اسره المتوفي طبعا على اثر الحادث القتل الخاطئ بالنسبه لاحمد ابو الفتوح والحادثه اللي كلنا عارفينها. تواصل خلاص مع اسرته طالبه ثلاث طلبات. اول طلب اعتذار رسمي من احمد سالم المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك، جميع لعيبه نادي الزمالك ومجلس اداره نادي الزمالك يجي طبعا يقدم واجب الاعزاء لاسره المتوفي. وثالث حاجه وده الاهم يا جماعه، وهي طبعا الديه. طبعا الديه قصه مش قصه فلوس. كل الاخبار اللي بتقول 15 مليون جنيه ده افتراء. كل الاخبار اللي بتقول ان اتعرض عليهم 10 مليون و15 مليون ده مالوش اي اساس من الصحه. فالحمد لله الحمد لله القصه خلاص بتخلص، واسره المتوفي بقى عندهم حاله من التقبل الوضع وحاله من ان هم شايفين ان اللاعب احمد مفتوح كان مش قاصد قتل خاطئ، ما كانش مركز بشكل كبير، يعني قضاء وقدر. يعني الضحيه اللي توفى طبعا يا جماعه ده قدره، والناس مؤمنين بالله وكل التوفيق ان شاء الله للناس المحترمه طبعا اسره الضحيه او اسره المتوفي. طيب دي حاجه. الحاجه الثانيه اللي عايز اتكلم عليها، طبعا النهارده كان في جلسه بالنسبه لي احمد ابو الفتوح اتاجلت ليوم 16/9. احمد ابو الفتوح الصوره يا جماعه اللي معانا دي بتبين لك ان هو كان في القفص الحديدي، وطبعا اللاعب المميز ربنا يفك كربه. طبعا الجلسه اتاجلت ليوم 16 سبتمبر، يعني الشهر القادم قدامها، يعني بتتكلم في شهر كامل. احمد ابو فتوح جلسته طبعا اتحددت يوم 16 سبتمبر او 16/9. ربنا يفك كربه. فتوح لعيب محترم، لعيب مميز، ده قضاء قدر يا جماعه. شفنا قبل كده مطر المهرجانات عصام صاصا نفس الوضع، وسلم نفسه العداله واخد 6 شهور مع الشغل. واسره المتوفى ايضا تنازلت عن القضيه وبيحاولوا يخلصوا الاجراءات القانونيه، واللاعب ان شاء الله هيطلع من الوضع اللي هو فيه. ده الامر اللي عايز اتكلم فيه مهم جدا 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 بالنسبه لنادي الزمالك. احمد سيد زيزو يا جماعه جاله عرض من نادي نيوم السعودي، جاله كمان ايضا عرض من النادي الشمال القطري، جاله اكتر من عرض مميز جدا بالنسبه ان اللاعب يحترف. جوزي جوميز كمان قال انا ما عنديش مشكله ان احمد زيزو يطلع على سبيل الاعاره او يطلع كبيع نهائي، النادي عنده ازمه ماليه وما عنديش اي مشكله ان زيزو يطلع كبيع نهائي، ما فيش اي مشكله، بحيث ان يكون في بدائل كويسه جدا والنادي يكون عنده راس مال نقدر نتحرك فيه صفقات مميزة جدا جدا جدا. ده امر. الامر اللي عايز اتكلم فيه كمان تاني قائمة الراحلين عن نادي الزمالك، قائمة اللعيبة اللي جابها نادي الزمالك. رسميا اشرف بن شرقي نجم نادي الزمالك السابق، نادي الريان القطري، النجم المتميز جدا، وده خير بديل في حالة بيع احمد سيد زيزو. احمد سيد زيزو يا جماعة الامور بتاعته بقت مرعبة في رعب بالنسبة لجماهير نادي الزمالك لرحيل نجمهم الاول ونجم نادي الزمالك اللاعب الكبير المتميز جدا 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 احمد سيد زيزو، اللاعب المتميز، اللاعب الخلوق اللي انا شايفه من افضل لعيبه في الدوري المصري او في مصر خلال الـ6-7 سنين اللي فاتوا. لعيب كبير ولعيب مميز جدا، بقاله 4 سنين مستواه ثابت، ولعيب من اللعيبه المتميزه جدا جدا جدا. بالنسبه لصفقات النادي الزمالك ايضا، يزن نعمات اللاعب الاردني المتميز جدا جدا جدا، قرب جدا من نادي الزمالك في صفقه الانتقال الحر. لاعب نادي طبعا الاهلي القطري، اللاعب المتميز جدا اللي فسخ عقده مع النادي القطري بالتراضي، اللاعب اللي انا شايفه من اللعيبه اللي عندها ثبات في المستوى، اللعيبه المتميزه جدا جدا جدا. ده امر. الامر اللي عايز اتكلم فيه والاخير معانا في حلقه النهارده طبعا يا جماعه ممدوح عباس ورساله ممدوح عباس طبعا رد على مشوار مرتضى منصور. انا ماليش علاقه بنادي الزمالك، نادي الزمالك ده مجلس اداره منتخب من شهر اكتوبر 23 ماشي بخطى ثابته، انا ماليش علاقه بيه، ماليش علاقه بالصفقات، ماليش علاقه بالتعاقدات، ماليش علاقه بالراحلين، ماليش علاقه بقضايا نادي
الزمالك، فنادي الزمالك ده الحب الاول والاخير، الا اني انا ماليش علاقه بيه من بعيد او من قريب او من بعيد. كل التوفيق لنادي الزمالك، لقى الله يا زمالك، وان شاء الله ربنا يفك كرب احمد ابو الفتوح، والله يرحم المتوفي، واحلى مسا على كل الزملكاويه. سلام عليكم.